خوتي بالنسبه حنايا حي غياطه وحي حمو وحي الزرقان، حنا واحد الناس المتضررين بزاف. كاين الناس اللي هنايا من السبعينات وصدقوا ما استافدوش، وجاو واحد العناصر ما عمرنا شفناهم حنا في الحي واستافدوا. لحقاش واحد 460 بقعه ما عرفناهاش كي دارت وفين مشات وشكون المسؤول عليها. واش اعلى سلطه في البلاد هي المسؤوله على هذا الشيء، ولا دوك اللوبيات الصغار منهم كالجنا كعمران ك المهم حنا ما عرفناش. والناس المتضررين هما هادو ديال بصح ديال الساكنه القديمه، وما دوك اللي استافدوا عنده التروازيام راه ما كنعرفوهمش منين جاوا. وإلا بغيتي تلقى ولد حي غياطة حقيقي ولا حي حمو ولا حي الزرقان، راك غادي تلقاه داير سفليه يا جور، اقسم لك بالله الى سفليه يا جور يا جور. وإلا كثر معاه راه مفينيها، إلا عنده باش وتسلف وهذا راه فيناها. وما صحاب التروازيامات كلهم هادوك راهم غير لوبيات عطاوهم لهم ناس مسؤولين على هاد الارض هادي. هاد المدينه ديال قرسيف راه بحالها بحال الغابه، ما عرفناش شكون كيحكم فيها. هدمت هذا سنه من المهدم انايا هنايا، قالوا لي نعطيوك وما عطاوليش. هادي الاولى ديالي انايا، والساكنه بزاف 100 دار ولا اكثر من 100 دار اللي مهدمين لها الديار ديالها بحالي انايا، وما كاينش ما عاطين ليهاش. وكاينه 100 دار اخرى ولا اكثر من 100 دار اللي كيهدموا لها الديار ديالها، وكيقول لها نعطيوك راهم كيسنيوا التزام في البلديه، كيقول روح سني التزام، التزام محلول. وكاين البيع كاين الشراء، الانتيس ما تباعت كلاوها، كاين الرشوه، كاين الخلاص اللي جاي العفو ديال جلاله الملك منه، والسكينه العشوائيه معفيه من الضرائب والخلاص وكيتخلصوا منها. وما كاين شيء، المهم هذا هو اللي كاين. كاين العفو، كاين البيع، كاين الشراء، كاين الرشوه، كاين الانتيس ما تباعت، كاين عباد الله مشرده 200 خيمه ولا 300 خيمه، 300 عائله ولا ما عرف مشرده ما عندها لا ديار لا والو. هذا هو اللي راه ما كاينش، راه ما كاينش، راه حاله حنا يرثى لها. كنطالبوا بسيدنا الملك ديالنا اللي كنحبوه ونضحيو عليه بدمنا ورواحنا واطفالنا وعيالنا، ولكن راه ما داروا حتى التفاته لهاد قرسيف هذا. راه الناس متضرره بزاف، كاين هجالات، كاين معوزين، كاين ناس معاقين وما لقاو لا باش يبنيو ولا باش يعطيوهم. وكيجي وكاين واحد السياسه اللي داروها مؤخرا ملي مشى القائد انس لهنا، جا واحد الخليفه اخر خربق كيبغى، وراهم سردوا لنا قائد اخر. راه اللجنه كتمشي واللجنه كتجي وما عرفناش فين غادي يخرجوا حنا بينا. حنا هاد الناس اللي خصنا نستافدوا. انا كواحد من هاد السكينه ما كنهضرش على راسي، ولكن غير غادي نعطيكم هاد اكزومبل، لانه انا سكنت هنا في 88، عندي 6 سنوات، الى يوم من هذا مازال ما دق في بابي حتى شي واحد. وحنايا كنطالبوا لهاد الناس باش تخرج لجنه ديال تقصي الحقائق، ويكونوا منها ثلاثه العناصر من المجتمع المدني، هما اللي غادي يوريهم النقاط ويدوروا في هاد الاحياء فين كاينين التروازيامات، وغادي يجبدوا لكم الناس اللي ما سكنوش معانا واستافدوا. وراهم تناقش في الدوره، وملي كنقولوا لهم ربط المسؤوليه بالمحاسبه كيقولنا الكاتب العام ديال العميل كيقولنا عفى الله عن ما سالف. هادي واش جردة نوار غير اللي جاي يقطف كيبغى؟ هادي ماشي مدينه ومحسوبه على دوله، ودوله كبيره كالمغرب، راه عيب وعار. انا غادي نقول واحد الهضره واخا نتعقل فيها، لانه شوف الا ما تعطيوناش سعاده الامل، الا ما تعطيوناش لوحنا للجزائر ولا حتى لتندوف، راه غادي نقولها، لانه راه عينا، راه عندنا الاطفال مرضوا بالحساسيه، اقسم لك بالله الا عندي انايا المدام مريضه بالحساسيه، وعندي مرض بنت خويا ساكنه شقي، والله الا مرضت بمرض الفيران، سميتو مرض الفيران، العينين كيديروا لي احمرار حتى كيخرج منهم الدم. ومنين سولنا والطب والتحاليل وهذا، قال لك هذا السبب ديالو الفيران. وراه شوف، راه دولة بحال هادي وتصيب الشعب و 920 سكنة اللي مازال ما استافدوش،
وكيقول لهم البلانات ما بقاوش، باقي 406 و 460 مشات من تحت الطاوله، راه ما عرفناش كي غادي نديروا لهذا الشيء. حسبنا الله ونعم الوكيل، وما عندناش باش غادي شكون اللي غادي يعاوننا من غير جلاله الملك الله ينصرو، الا شاف هذا المقطع هذا ينصرنا، يسرد اللجنه، يسرد وزير السكنه والتامير. علاش وزير السكنه والتامير ناس وهذه المدينه بحيت صغيره كيديروا فيها ما بغاو؟ راه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله.